الصحة والجمال لون جديد للحياة. أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج والله زمان. الحقيقة الأسبوع اللي فات كان معنا حلقة، كان معنا ضيف، ضيف الحقيقة كان عزيز علينا كلنا، والحقيقة أثر الحلقة بآرائه، يعني يمكن بمواقف كتير حكاها لنا أثناء اللقاء، وده الحقيقة اللي دفعنا، يعني الحلقة كانت ناجحة جدا بكل المقاييس، ده اللي دفعنا ان احنا نستكمل معاه الحوار، ولكن يمكن ياخد الحوار شكل تاني ووجه تاني، لان احنا النهاردة هنتكلم عن الصحافة بشكل عام. يمكن الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن التصوير الصحفي، النهاردة هنتكلم عن العمل الصحفي بشكل عام، وعن اسراره وعن كواليسه، وخاصة عن مغامراته. النهارده اعزائي المشاهدين، اعتقد حضراتكم عرفتوا ضيف حلقتنا النهارده، المصور الصحفي الشهير الاستاذ سيد شعراوي. اهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ عمرو، واشكركم على الاستضافه مره تانية، وان شاء الله نعمل حلقه كويسه ان شاء الله. اشكرك يا مهندس، اشكرك. استاذ سيد، حضرتك ليك باع طويل في مجال العمل الصحفي، سواء كان في التصوير او في التحرير الصحفي بشكل عام. العمل الصحفي النهارده ازاي اختلف عن زمان؟ لا، هو عايز اقول لحضرتك النهارده الموضوع في ظل التكنولوجيا الموجوده بقت اسهل من مما كان الاول. انت بتدور على المصدر وبتروح وبتسعى، يمكن دلوقتي بقى متاح ليك ان انت يجي لك خبر في ثانيه، تلاقيه على موقع ما، بس انت بتمشي ورا الخبر ده او ورا الفعاليه دي بس. يعني زمان كان فيها تعب شويه، يمكن دلوقتي بقت سهله جدا. بس في حاجه يا فندم، يعني احنا في بعض الاراء بترى او بتشير باصابع الاتهام للعاملين في العمل الصحفي النهارده، بان هم ممكن يكونوا بيستسهلوا او بيتناقلوا ويتداولوا الاخبار ما بينهم، انما مساله ان هو بشخصه يبحث. راي حضرتك كيف ده؟ هو فعلا في شباب اليومين دول يعني متهاونين في العمل الصحفي، يعني ما بيسعوش، بس الى حد ما في ناس برضو بتسعى وبتجري وبتاكد مصادرها ازاي، يعني من خلال التليفون، من خلال الانترنت، في وسائل كتير ان هو يتابع شغله ويتابع شغله صح. كنت تابعت حوار ليك في احد اللقاءات التلفزيونيه، وكنت سئلت عن مصادرك، فقلت المصادر المفروض خاصه بيا ما افصحش عنها. طيب ده صحيح. مش هسالك ايه هي مصادرك، ولكن هسالك ازاي قدرت تكون المصادر دي. استاذ عمرو، عايزين نقول ان في ظل التكنولوجيا وفي ظل كثره الاعلام، سواء المرئيه المصنوعه، يعني بشكل عام الاعلام بقى في كثره، فلازما في ظل الكثره دي تميز نفسك. انا افتكر من احلى الحوارات اللي عملتها رحمه الله عليه عبد الله محمود. نعم. عبد الله محمود كان في المستشفى قصر العيني وكان بيعاني من الكانسر، فعملت حواري انساني. عايز اقول لك كل اللي شاف الحوار ده عايز اقول لك شابوه لسيد شعراوي. وكان حصري. وكان حصري وكان لوحدي يعني. وكان حاضر الحوار ده الفنان محمد سعد. ايوه. كان موجود ساعتها اثناء الحوار. ومحمد سعد قال عبد الله محمود ده هو اللي معلمني التمثيل، وقال لي حاجات كتير في الحوار. طب ما معنى كده يا استاذ سيد ان انت برضو، يعني معلش، لما يكون مثلا واحد في وضع معين، الوصول اليه في هذا الوضع بيعتبر سبق صحفي، اعتبر يعني اعتقد ان ده مش غايب عن بال صحفيين كتير، ولكن الفرق هنا مين اللي يقدر يوصل. سؤالي هنا، وصولك ده اكيد له سر. هو الواحد بيجتهد، ما لازم ان الواحد ما ينفعش اجتهاد ولا علاقات؟ الاثنين، اجتهاد وعلاقات، وفي نفس الوقت ان انت تكون صبور. دي مهنه البحث عن المتاعب يا استاذ عمرو، يعني هتلاقي في ناس تعارضك وفي ناس تعطلك وفي ناس يعني في ناس في زملاء بيعطلوك، بيفكروا انت
انت بتعمل ايه، انت شغال ازاي، انت ناجح ازاي. لا ما طب ما تشتغل، ما يعني زي ما سبق عم اعمل دايما بقول الزميل اشتغل وما تبصش لسيد شعراوي بيعمل ايه، اشتغل وانت هتطلع اكتر من سيد شعراوي. لو هاجر قعدت معاك في مره كده وسالتك وقالت لك يا بابا انت اللي وصلت له ده وصلت له بسهوله ولا تعبت في حياتك لحد ما وصلت لده، بالتاكيد كاب اكيد ممكن يدردش معاها ويحكي لها عن مآسي او صعاب واجهها. لو قلت لك ايه المشاكل وايه الصعاب اللي واجهتها لحد ما وصلت اللي انت فيه، وفي نفس الوقت مهنة البحث عن المتاعب بالتأكيد واجهت متاعب، ايه المتاعب دي؟ عايز اقول لحضرتك على حاجة، انا في بداية حياتي انا كنت مصور متجول، مش ما كنتش صحفي، فالتصوير ده بالنسبة لي كان هواية الى قلب بجد. يعني الناس شافوا قال لي خلاص لا انت تشتغل في الصحافة والكلام ده، بناء عليه ابتديت اطور في نفسي، مش هبقى اصور بس، مش هبقى مصور بس، لازم احرر الموضوع ولازم اعمل تحقيقات ولازم اعمل حوارات، ودايما الواحد بيجتهد. انا عايز اقول لحضرتك انا مش قاهري، انا من محافظة المنوفية قرية اسمها أجور الرمل وسنا، وانا كنت هنا بعاني وقاعد لوحدي، قاعد في بعض اللوكندات، فبعض اللوكندات انت فاهم، وبعض اللوكندات ديت عايزه مصاريف ماديه. طيب. انا امكانياتي الماديه غير مش مهيئه، لسه في بدايه طريقي، لسه في بدايه طريقي، فانا كنت بعاني، كنت بقعد في لوكندا مثلا اقل المستوى، يعني قد يكون يعني ما يلقش باي صحفي او باي اي واحد شغال في الوسط الاعلامي. فالحمد لله يعني دايما بقول لهم انا عملت كذا، ودايما اذكر لهم العقبات اللي انا كنت بقابلها في طريقي، عشان يعني ما يفكروش ان الحياه سهله والحياه بتيجي بالنوم. دي الصور دي صور مع مصارعين دي اه ده بيك شو ده. عايز اقول لحضرتك ان اليوم ده انا طبقت اربعه، يعني طبقت يومين ورا بعض عشان اعمل الصور دي. ده انا لو شفته في طريق امشي من طريق تاني، انت ازاي يعني واجهت الراجل ده؟ وعايز اقول لك بيك شو ديت هو اللي مصورها، يعني صوره سيلفي يعني ده بيك بيك يعني حاجه قبل ما السيلفي ينزل والكلام ده. طب ده يا استاذ سيد يعني الناس اكيد بيشوفوا الراجل ده في المصارعات وكده المباريات بتاعته. طب يعني قبل ما ننتقل بس للصوره الثانيه، تقول لي على مستوى الانساني انت لاحظت عليه ايه؟ لا بيك شو ده حد جميل. عايز اقول لحضرتك ان دايما اللي بقابلهم من نجوم رياضه، نجوم مجتمع، نجوم فن، بيبقى بسيط جدا، بس المشكله اللي حواليه. ايوه اللي حواليه بس هو الناس اللي مش متفاهمه. يعني طبيعة يعني شغل ده الناس بتشوفه شرس دايما. ممكن على المستوى الانساني يبقى عادي جدا والله. عايز اقول لك بقولك هو اللي خد مني، يعني انا دورت في اللحظه دي، دورت على مصور يصورنا صوره ما لقيناش، فقام ماسك الكاميرا وقام هو اللي عاملها. هو يعني بعدسة بيك شو، يعني سيد شعراوي بيك شو بعدسة بيك شو. يا ريت المخرج بس نستكمل بقيه الصور، عشان الصور دي اكيد لها برضو ذكريات. يعني ده طبعا سيد عمرو موسى. سيد عمرو موسى طبعا كنا في مسابقه تصوير الصحفي في نقابه الصحفيين كانت عاملاها في ساقيه الساوي. تمام. وحصلت على مركز وتصورت معاه، كان من ضمن ضيوف الشرف المهرجان. تمام. فنان باسم، الفنان باسم يا خوري ده كان في فرح او مش في فرح، في عيد جواز المنتج تامر مرسي. تمام. وكان لسه باسم كان عامل سنانه، فالصوره دي كان ايه اللي بيحب بيتباهى بيها يعني. لسه كان لسه عامل سنانه، فصوره من ضمن الصور الحلوه. ده الفنان وده برضو هاني سلامه. هاني سلامه في نفس في نفس المناسبه. ده محمد لطفي، هتلاقيه برضو هتلاقي نفس اللبس متكرر، هتلاقي نفس المناسبه. دي يعني ندوا النور الشريف. أيوة بالشفاء. أيوة. ده نور الشريف ده كان في احد اعماله الدالي، كان من 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 الطريف ان هو كان بيمسكني اللي هو بيخنقني يعني.
الصوره دي طبعا صوره يعني معبره جدا جدا عن مدى العلاقه والحب بينك وبين الفنان حسين فهمي. ده كان في زفاف بنت شريف منير، فنان شريف منير، وده كان بعدسه لقاء سويدان. والله يا شباب يعني كان في حوار ضاحك بينا فسجلتها زوجة طبعا الفنان حسين فهمي طبعا، يعني هي منفصلين دلوقتي. ده العبقري دكتور احمد زويل. طبعا دكتور احمد زويل ده كنا في اخبار اليوم كان عامل مؤتمر للحقوق الملكيه الفكريه. ايوه وحقوق الملكيه الفكريه دي اللي نتكلم عليه دي صوره احد البروفايل بتاعي على الفيسبوك. طب بالمناسبه بقى اللي صورت الصوره دي الفنان عادل مبارز. انا قلت كده الفنان عادل مبارز. فانا اوجه له كل التحيه يعني. احنا كنا انا وحمدين صباحي كنا في عزاء وكنا داخل على الانتخابات وكنت بازره وانا من ضمن اللي انتخبوا حمدين صباحي وانا بقولها على الفنان ايهاب توفيق بقى. ده اللي احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن كان حصل تاتش كده ما بينكم. التاتش ده من 10 سنين مثلا اللي كان العلاقه بيني وبين ايهاب قد يكون رجعت اقوى من الاول. يعني عايز اقول لك انه بقى في كل حفلاته بيكلمني في كل مناسباته بيكلمني. فحريص ايهاب ان هو تغطيه الاعلاميه من خلال سيد شهراوي. دي لما زرنا حفر قناه السويس. تمام. ودي من الصور المهمه في حياتي يعني. دي بقى دي شكلها مسرحيه او حاجه مسرحيه. كان الفنان احمد ماهر بيعملها وكان قايم بدور ضباط من القوات المسلحه. تمام. ده الفنان اشرف عبد الغفور بعد اعلان نتيجه الانتخابات ان هو الفائز بدوره النقابه نقيب المهن التمثيليه. تمام. الفنان طبعا احمد ده احمد سقا بعد الجزء الثاني من فيلم الجزيره. يعني كان الفتره دي كان شهري موجود. واحنا لو احنا من ضمن الصور اللي اتعرض لمحمد انا ومحمد لطفي. محمد لطفي كان قال لي انت لازم بالشعر دي نعمل انا وانت دور نعمل دور بالشعر بقى. ما كان طويل عن كده كان كان شايف ان انا اعمل دور بالشعر ده. فنان حسين فهمي. فنان حسين فهمي ده كان في مسلسل ودي كواليس من احدى مسلسلاته يعني. تمام. ده الاستاذ شريف الشباشي. لا ده 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 رئيس المخابرات مراد موافي اللي هو مراد موافي. اسف معلش. وده من ضمن الشخصيات المهمه جدا في وعلى فكره سواء وكانت في لونز جاردن سيتي برئاسه كانت عاملاها له ندوه السيده سفيناس زينة عابدين. تمام. وكان من ضمن الصور اللي كانت موجوده. تمام. فنان راغب علامه دي كانت في حفله راس السنه. تمام. وكان غير لبسه بعد لبس الحفله وخدنا صوره بعد لبس الحفله في السويت بتاعه. تمام. جون كلوب فان دي من ضمن الصور الحصريه لفان دام واللي انا انفردت بيها يعني تصوير وتحقيق يعني. انا والله كنت عملت تحقيق كمان. عملت تحقيق معاه حلو قوي وكان من ضمن السابقات الصحفيه اللي انا عملتها يعني. يعني اعتقد كمان طبعا الفنان هاني شاكر. الفنان هاني شاكر كان في دار الاوبرا المصريه وكان في عيد الام. انا شفت لك حاجه كمان مع 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 اميتاب باتشان برضو. اميتاب باتشان انا بص استاذ عمرو انا قلت لحضرتك في البدايه ان الصحفي اي واحد عايز يشتغل صحفي لازما يحب المهنه. لو ما حبش المهنه الصحافه ديت اكيد مش هيحقق فيها حاجه. طول ما هو بيحبها طول ما هو بيسعى في شغله وبيجتهد وبيجيب الجديد وبيسعى ورا الخبر ان شاء الله هيكون حاجه فيه اكيد مهنة. في بدايه طريقك حضرتك ذكرت ان كان ممكن تكون ظروف ماديه ظروف اقامه او كده كانت بالنسبه لك برضو بتمثل عائق في البدايه. انا عايز اقول لحضرتك ان انا في انا اخوات مراتي انا اللي مربيهم وانا اللي معلمهم التصوير وانا اللي اقول لهم دايما خلوني مثل قدامكم. انت دلوقتي بتلاقي سيد شعراوي بيساندك. انا ما كنتش بلاقي حد بيساندني والحمد لله اثبتت نفسي وقابلت صعوبات كتير وتخطيتها. طب
طيب انا عامه كان حصل ان في احد الفنانين كده كان قام بدور بيمثل شخصيه الاستاذ سيد شعراوي في مسلسل العراف. الفنان حازم فؤاد. طيب قبل ما نتكلم عنه هو معانا على التليفون بس الاول. معانا الفنان حازم فؤاد. الو. ازيك يا حازم؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك عم سيد؟ منور الدنيا والله. حبيبي ده انت اللي منور وانت اللي درست شخصيه سيد شعراوي من خلال مسلسل العراف. احكي لنا. ده انت الاستاذ يوسف معاطي كتب لك الشخصيه انت بنفسك. الله يخليك. كتبها باسم سيد شعراوي. الله يخليك. عايز ايه بعد كده بقى؟ طب وليه سميتوها شعراوي؟ ليه ما سميتوهاش سيد شعراوي؟ لا هي كان في واحد اسمه سيد فاتقالت شعراوي يعني. انت لو شفت الحلقات هتلاقي بينادوني يا شعراوي يا شعراوي يا شعراوي لان الشعراوي بتاع سيد شعراوي شعراوي. هو دايما بيدعي الاسم بالفاميلي نيم بتاعه باللقب بتاعه. على فكره وحضرتك نفسك بتتنادى كده ساعات احيانا كتير بيدعوا لي يا شعراوي. الفنان حازم فؤاد بقى لما جيت انت تقوم باللقطه دي بالمشهد ده هل تواصلت مع الاستاذ سيد شعراوي عشان تعرف ازاي ممكن تقوم بالدور؟ لا ما كانت مجموعه مشاهد. انا رحت لقيت ارائه في كل حته بيصور فيها عشان نشوف ماسك الكاميرا ازاي بيتعامل مع الكاميرا ازاي عشان سيد شعراوي تحديدا فنان مجنون كاميرا. وتعبير مجنون زي بيقول فنانين لبعضهم يعني بيعشق الكاميرا. فانا رحت اتفرج على ده وعشان اقلده بالملي. ومعرفش بقى هو اللي يقدر يحكم انا عرفت اجيبه ولا ما عرفتش اجيبه. طب اكتر حاجه لا عايزين نعرف رامي امام المخرج رامي امام قال لك ايه يا حازم لتحضير الشخصيه نفسها يعني؟ لا الاستاذ رامي قال لي انت تعرف سيد شعراوي؟ قلت له طبعا ده حبيبي. قال لي الشخصيه دي سيد شعراوي اللي هو الراجل حبيب النجوم بتاعت مصر كلها المصور الصحفي الكبير دي الشخصيه اللي انت بتعملها. فانا بدات انزل ورا الاستاذ سيد في الحفلات في الندوات في المسارح اتفرج عليه وهو بيصور وبدات واحد اثنين ثلاثه اتعلم وامسك الكاميرا ازاي ومسكه الكاميرا ازاي وبدات اتعامل. طب هقول لك على حاجه انت بتتكلم عن مسكه الكاميرا. لا طب اسلوب تعامله بقى مع الناس مع الشخصيات العامه مع المشاهير. لا تعامله مع الناس شياكه ولطافه وحد جميل قوي بس قوي ده مش ده بيشدهم من ايديهم وبالعافيه وتيجي تصوره بالعافيه. لا 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 ايه ده انا شفت بعيني. لا ايه مصر شفت لا مصر كلها بتتمنى سيد شعراوي. ده طلعت زكريا بنفسه قالها قال بيشدنا بالعافيه. لا الاستاذ طلعت زكريا بيقول افيه ده كوميديا. لا ما انا عارف. لا هو عامه بحب عامه يعني هو بيتعامل بحب مع الناس وبعشم يعني. طبعا مصر كلها بتحبه على فكره. انا من ساعه ما عملت شخصيه سيد شعراوي انا جاي الكاميرا وعايز اصور معاه اللي انت ما تعرفوش بقى حبيبي يا حازم. لا ربنا انت ممثل هايل يا استاذ. انت ممثل هايل وربنا يوفقك يا حازم. وعايزك تفكرني بالجمله اللي قالها لك رامي امام. قال لك سيد شعراوي ايه مش مجرد ان هو ماسك كاميرا ده بيجيب التفاصيل. التفاصيل قال لك سيد شعراوي مجنون كاميرا كاميرا حياته. احنا معانا حتى لقطه من بياخد كادرات محدش يعرف ياخدها. انا عايزك ماسك كاميرا عادية. احنا دلوقتي بنعرض لك العراف لقطه كده. في لقطه ليك انت والفنان فاطين عبد الوهاب. طبعا استاذ حازم. استاذ حازم كلمه اخيره تقولها للاستاذ سيد شعراوي تقول له ايه؟ اقول له انت فنان والكاميرا بتحبك وانت بتحبها وانا حاسس ان انت يعني الكاميرا دي ابنك او بنتك. مش هقول لك اكتر من كده. ربنا يخليكم لبعض ودايما منور ودايما فنان حساس. ربنا فنان حازم فؤاد شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك. انا عايز اقول لك ان انا من اسعد الناس ان شخصيه زي عادل امام يتاثر بسيد شعراوي او زي الكاتب يوسف معاطي يتاثر بسيد شعراوي. ده يعني بجد هينكتب في تاريخي يعني حاجه تنكتب في تاريخي يعني. طب احنا معانا تليفون عايزك تستقبله انت بقى. قول الو. الو منور شاشه الصحه والجمال يا حبيبي. مراتي مدام الاستاذ سيد شعراوي حبت بس تعمل مداخله معانا على الهواء. مساء الخير على حضرتك اولا يا فندم. انا قبل ما تبتدي كلامها انا بعتذر قدام للجميع كده لاسرتي كلها بالكامل اذا كان هاجر ولا ابراهيم ولا عمر ولا محمد ولا مامة ابراهيم. ان انت
شغلك صعب. ان انا مش متواجد بصفة مستمرة، قد يكون بنتقابل مثلا ساعتين في اليوم مثلا. بس هو معروف ان وراء كل عظيم امرأة، وده بيكون تضحية اكيد من اجل النجاح. عايز اسأل حضرتك سؤال بقى، الاستاذ سيد شعراوي سر نجاحه ايه اللي هو مش راضي يقوله لنا يعني؟ والله هو سر نجاحه الاجتهاد. سر نجاح اي بني ادم في الدنيا ان هو يجتهد ويسعى والله يوفق. يعني هو بيسعى بصراحه وبيسعى. هل طب احنا الاتصال انقطع معلش. يعني واضح طبعا يعني المداخله دي مداخله، هم بيعانوا مداخله، لا معاناه، ولكن هي دعم في الوقت ذاته. يعني الدعم من زوجه لزوجها، وده شيء طبعا شيء يحترم جدا جدا طبعا يعني. حضرتك بتعترف على الهوا ان انت جاي على بيتك طبعا عشان الصحافه. انا في بدايه ارتباطي بزوجتي قلت لها انا عايز اقول لك درتك شغلتي، درتك صحافه، درتك الكاميرا بتاعتي، فديتها كذا بند كده، قلت لها دول درتك، ما فيش حد تاني يعني يشاركك في سيد شعراوي الا دول. ايوه فدايما وبجد بجد بكرر اعتذاري على ان انا مش مديهم حقهم، اذا كان خروجات، اذا كان فسح، اسره محتاجه ان هي تخرج، بس هي دايما هي قايمه بالدور ده. هل معنى يعني الوضع ده اللي انا شايفه ده ان من متطلبات العمل الصحفي التضحيه؟ اكيد يعني انت لا، هو عايز اقول لحضرتك على حاجه مبدئيا، الاجتهاد والتضحيه والسعي ده بيؤدي لنجاح الحمد لله. يعني انا الحمد لله لو ما كنتش كده ما كنتش قعدت مع حضرتك وعملت لقاء دلوقتي. اكيد بس كنت كده. بس ده هيوصلنا من جزئيه ان الصحفي او المصور الصحفي اعلاميا واخد حقه، ماديا مش واخد حقه. يعني ماديا مش واخد حقه، ماديا مش واخد حقه. طب بالمناسبه بقى، طالما ماديا مش واخد حقه، كل مهنه وبيكون لها كيان وراها بيدافع عن حقوقها. مهنه التصوير الصحفي مين بيدافع عن حقوقه؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه، نقابه الصحفيين اللي احنا المفروض جزء منها للاسف ما عندهاش شعبه مصورين صحفيين. انت لما يطلع لك في الكارنيه يطلع لك محرر صحفي وليس مصور صحفي، وده بناشد بها الحكومه، لان الحكومه هي وضع الاساسيات دي. وفي نفس الوقت احنا لو جينا بمناسبه محمد حسنين هيكل بيجري عمليه اليومين دول، ندعي له بالشفاء، ربنا يشفيه. انا عايز اقول لحضرتك ان هو يعني في بعض الحاجات كده صغيره يعني ناقصه النقابه ان هي تعملها، زي شعبه المصورين الصحفيين، زي حقوق الصحفي. ما هو انا حقوقي دي هاخدها من خلال ايه؟ لازم أن يكون نقابه. اكيد انا لحد وقتنا هذا انا لا عضو، مش عضو نقابه الصحفيين، بالرغم من كل الشهرة كل الزخم الإعلامي اللي حوالين سيد شعراوي واسم سيد شعراوي. إلا إن ده شيء خطير جدا على فكرة، ما يكون حد بهذا الحجم ويكون لا ينتمي لنقابة الصحفيين. شيء أعتقد إن هو إلى حد ما مخزي. أنا بقول لحضرتك، أنا بالنسبة لي التصوير رقم واحد، بعد كده يجي التحرير. يعني التحرير والتحقيقات دي مش المقام الاول، الكاميرا، التصوير. ولكن حضرتك كان ليك برضه باع في مجال التحرير الصحفي. التحرير لا يعني انا اثبتت لبعض الناس ان انا يعني مش مصور بس، لازم اكون مصور صحفي شامل كامل زي ما بيقولوا يعني. كنت رئيس تحرير برنامج برضه كايرو فن. كنت رئيس تحرير برنامج كايرو فن على كايرو سينما، وعملت انفرادات رحمة الله عليه طلعت زين قبل ما يموت مثلا بشهر ولا حاجة، كنت معاه في تخرج ابنه على فراش الموت. يعني ندعي له بالرحمة كده يعني، لأن طلعت زين من الناس الجمال، كان على مستوى الإنسان كنت أنا بحبه يعني. أستاذ سيد، احنا عشان وقت حلقتنا الحقيقة بيجري بسرعة، في حاجتين عايز أتكلم فيهم قبل نهاية الحلقة. أول حاجة، للعمل الصحفي الناجح مغامرات. ايه هي مغامرات سيد شعراوي؟ احكي لنا بعض مواقف. يعني في مواقف كتير يعني
يعني مثلا على سبيل المثال منى زكي كنا اصدقاء قبل ما دي ترتبط باحمد حلمي، كنا اصدقاء، كنت قد يكون كنت بروح لها البيت ويعني باكل مع بعض، وقبل ما والدها يتوفى وكنت معاها. يعني بعد الجواز حصل لمنى تغير، ما اعرفش بقى ايه التغير. جينا في حفله لعمرو دياب فلقيت منى بترقص اثناء الحفله على نغمه عمرو دياب والكلام ده، فقلت لها بما انها صاحبتي يا منى انتبهي، انا عايز اخد صوره، بما ان صوره بهجه. فرد فعلها ما كانش كويس، يعني انت ازاي هتصورني وانا برقص؟ ما كانش كويس، وما كانش كويس يعني برضو وفق العلاقه اللي بينكم، يعني العلاقه اللي بالظبط كده، ان في كان في عيش بيننا، عيش وملح، وانا بما ان في عيش وملح انا ما يفرضش ان انا اقول يا فلان انتبه ان انا هصورك، يعني ثم انا لو عايز اصورك وانت بترقصي حندق عليكي، ما حاجه بالعقل. قلت لها اولا انا مش كده، انا لو عايز اصورك هصورك من غير ما اندهلك. وانقطعت التصوير عن منى زكي الى ان جاء يوم قالت لاحمد زوجها احمد حلمي، الفنان احمد حلمي، واحمد حلمي ده من بنها محافظه القليوبيه، وهو اللي كان عازمنا على الفرح، وهو اللي كان يعني برغم ان منى زكي ان هي صاحبتي وعرفها قبل احمد حلمي، صوره الفنان احمد حلمي معاك على ده في عيد الربيع. ده من ضمن الذكريات بعد الحادث اللي تعرض له احمد حلمي والعمليه والوعكه الصحيه اللي حصلت له، فده من ضمن الصور اللي كان جميل. بمناسبه الموقف اللي حضرتك بتحكيه، هل النجوميه احيانا بتغير؟ في ناس كتير بتغيرهم النجومية، في ناس بيقعدوا على كراسي بتتغير تماما. يعني في ناس أعرفها كان رؤساء تحرير صحف ومجلات وكان زميل مهنة، بس لما قعد على الكرسي بقى حد تاني. يعني طب النجومية عملت فيك ايه؟ انا لحد وقتنا هذا انا مش بروفيش، انا هاوي وانا انسان مبتدئ ودايما بحط لنفسي ان انا لسه ما وصلتش للي انا عايزه. يعني دايما يعني لو نفتكر رحمه الله عليه الشيخ شعراوي لما حصل له موقف، فدخل عليه ابنه لقاه بيمسح الحمام، قال له يا بابا بتعمل ليه كده؟ قال له عايز اكسر نفسي. فانا دايما بكسر نفسي في اي تواضع. شيء جميل هو ده، اعتقد ان هو ده سر النجاح. استاذ سيد، مغامراتك انت حكيت لنا عنها، ولكن لا في كتير على فكره. انا بحضر لبرنامج اسمه حكاوي شعراوي. حكاوي شعراوي ده بينبني عن الصوره وحكايتها، ما شاء الله، ما قبل التصوير وما بعد التصوير. يعني ده يعتبر سبق لنا الخبر ده ان شاء الله. ده وده اول اعلاني لقناه الصحه والجمال. يعني اشكرك، وان شاء الله البرنامج ده يعجب الناس ويلاقي نسبه مشاهده، يعني لان انا اللي هقدمه بنفسي وانا هحكي. يعني طب ما تقول لنا حاجه من ضمن الحكاوي دي. يعني على سبيل المثال سوره بلي ديت ما خدتش حقها. احنا كنا في سنة 1997 على ما اعتقد، كنا بطولة العالم للشباب، وكان بلي كان بيحضر هذه البطولة، بطولة عالم للشباب، وكان حضرها، وكان من ضمن الصور كان بيند على التيشيرت بتاع حسناء ألمانية، كانت صورة معبرة جدا، هو برازيل الأصل، وصورة اللي قصاده بنت جميلة جدا، يعني سوري مع احترام البلي، شوكولاته بالحليب يعني زي ما بيقولوا يعني. فالصوره كانت معبره جدا بس ما خدتش حقها الاعلاميا، فدي من ضمن حكاياتي يعني. ف في 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 حاجات كتير يعني. الفنانه فيفا عبده تمام، لما اعتزلت الرقص عملت موضوع عنها صور وكتابه، هي زالت من الكتابه ما زالتش من الصور. واضح. يعني كنا في احد الافراح وكانت موجوده وجسمها كان زايد شويه ورقصت، وكانت اعلنت اعتزال الرقص،
فقمت كاتب الصور دي كنت كاتب موضوع الرقصه الاخيره فهي زادت من الكلمه ده رفعت سماعه التليفون وكلمتني وكانت مكالمه زعلت جدا 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 الى انها هي على 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 احدى القنوات صرحت قالت لا احنا بنحب سيد شعراوي برغم اللي هو بيعمله فينا الى ان بنحبه وبنحترم شغلته وبنحترمه ان هو معانا في كل الاحداث يعني سافرت بره انا سافرت دول عربيه زي تونس رحمه الله لي ذكرى كنا طالعين احنا مجموعه من الفنانين كان منهم الفنانه فيفا عبده الفنان ايهاب توفيق صابر الرباعي انغام كلنا رايحين ندفن الفنانه ذكرى بعد ما توفت في مصر هنا وعايز اقول لحضرتك ان انا قابلت في تونس برغم ان انا بحب تونس جدا ودوله عربيه ودوله شقيقه وهي اللي بدات الثوره واحنا بدينا وراها الى ان عملت ان انا سوري انا اللي موت ذكرى يعني انت مصري انت اللي yeah. طيب احنا طبعا عارفين الحادثه الشهيره بتاع طبعا ذكرى. طبعا استاذ سيد هل في حد مثلا كنت بتقابله زمان وقابلته دلوقتي بعد ما انت اشتهرت ووصلت المكانه دي وشايل منه حاجه اطلاقا انا عايز اقول لحضرتك ان انا مش عدواني انا عايز اقول لحضرتك انا خدت موقف من الاستاذ عمرو لطفي مثلا ولا حاجه الى ان يعترف بان هو اخطا معايا فمجرد ما ان هو يبتسم فيا او يغير الموضوع او يعني احنا مثلا يسرى انا يسرى انا كنت متوقف عن التصوير عني الفنانه يسرى لان كنت جمعتها صوره هي ونبيل عبيد وهي كانت في الفتره دي كانت في مشاكل بينها وبين الفنانه نبيل عبيد فخدتني من ايديا وقالت لي احنا مش انا مش عايز اتصور انت ليه بتصورني احنا مش شغالين عندك قلت لها يا استاذه انا شايف ده اهتمام لو كان الاهتمام ده بيضايق حضرتك انا مش هعمله تاني وتوقفت عن التصوير عن الفنانه يسرى الى جاءت يوم كنا في مهرجان اسكندريه وكنت انا فتره مطول شعري وقصيته لقيتها في خصام بيننا وفي ما بصورهاش وهي في خصام لقيتها الله سيد انت شكلك حلو قوي كده مجرد ما قالت كلمه انت شكلك حلو قوي كده خلاص كل حاجه دابت هي على المستوى الانساني انا بحبها بجد بجد يسرى ويسرى من الناس اللي تصدقهم في اي دور لو عملت بنت بنوت هتصدقها لو عملت ام هتصدقها وطبعا يفكرنا بعملت في يد امينه يد امينه ده للمصور الصحفي قصته عادل مبارس فمن احلى الادوار اللي عملتها الفنانه يسرى عادل مبارز علاقتك بيه عايز اقول لك مش عايز اكبره عادل مبارز اخويا الكبير يعني عايز اقول لك عادل مبارز وفاروق ابراهيم والناس ديت اللي مالوش كبير لازم نشتري له كبير يا استاذ عمرو وده بيعتبر اعتقد ده بيبقى فخر لاي انسان طبعا ان هو طبعًا بينتمي لفئه الرواد انا اتمنى ان انا مثلا اوصل لنجاح اللي حصل عليه الفنان فاروق ابراهيم رحمه الله عليه اتمنى اوصل لمكانه عادل مبارز اعلاميا وصحفيا وحبه لشغلته اتمنى ان انا اوصل لجزء منهم يعني مش شرط انا الكاميرا يعني بتمثل لك ايه؟ حياتي كاميرا حياتي بصراحه المدام ما بتغيرش احيانا منها ما هو خلاص ما احنا متفقين احنا في قبل ما المأذون يكتب احنا عارفين ان سيد شعراوي بيحب شغلته يعني الشغل الاول توعبه ده وده بعترف ان انا ده تقصير مني الشغل الاول وبعد كده البيت استاذ سيد عشان احنا تقريبا حلقتنا خلاص يعني لو انت عندك الوقت معاك الوقت معاك الوقت كده يجري بسرعه في مجموعه عمل بتشتغل مع استاذ سيد شعراوي مصورين لسه جيل جديد من المصورين ما بتيجي بقى بتشغلهم ايه النصايح اللي بتديها له؟ لا ما دي حاجه هتتسال عليها ربنا لما تيجي تقف قدامه انت علمت طبعا طبعا لازم تسيب اجيال تحت ايديك لازم يقول لك ده تعليم فلان ده تعليم واللي عنده معلومه وبيخزنها
هتروح فين؟ مش هتروح معاك في ال في ال في اخرتك يعني. انت يمكن دايما حريص ان هو ان انا ادي المعلومه والمعلومه الصح يعني، وحريص ان انا اعمل يعني بجد امنيه حياتي ان انا عايز اقول لحضرتك ان انا عامل معرض بقاله كتير بس لسه ما نفذتوش، لان في خطوات لازم انا اعملها يعني. ونفسي مدرسه يعني يجي في يوم من الايام انا تحت تعليم سيد شعراوي او المساعد بتاع سيد شعراوي. وده شيء طبعا شيء نتمناه جميعا. استاذ سيد الحقيقه اللقاء معاك مثمر جدا وممتع جدا، والحقيقه سعيد جدا بيك وبشكرك جدا جدا على حضورك معانا. والله عايز اقول لحضرتك انا ما حسيتش بساعه يعني، انا حسيت الوقت والله بيعدي بسرعه، الوقت عدى بسرعه معاك. الصحه والجمال قناه مميزه ودايما في ازدهار ودايما بالتوفيق ودايما معاكم بكل اخبار جديده يعني. وقناه الصحه والجمال سعيده جدا بوجودك على شاشتها، واحنا سعداء بيك وشكرا ليك. حبيبي استاذ عمرو لطفي، انت من الاعلاميين البارزين ولهم اسمائهم، الواحد يتمنى ان هو يكون معاك مره واثنين وثلاثه يعني. اشكرك، ده فخر لينا يا فندم. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذا اللقاء بشكر ضيفي العزيز المصور الصحفي الشهير الاستاذ سيد شعراوي، والحقيقه بشكر كل فريق العمل، اسره الاعداد الاستاذ حمدي احمد، الاستاذ عبد الله شريف، الاستاذ محمد احمد، الاستاذ محمد فوزي، وبشكر ايضا فريق العمل الصوت الاستاذ علي علوي، والبلاي ليست الاستاذ عمرو عمر، والاستاذ معتز رجائي الفيديو فوند، وبشكر مدير الاستوديو الاستاذ فهد عمر، وشكر خاص لمخرجنا المبدع الاستاذ هيثم كمال. شكرا لكم، مع تحياتي عمرو لطفي، والى اللقاء. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.صحة.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/الصحة channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الصحة tv، وعلى تويتر www.twitter.com/الصحة tv.